السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كاينة واحد الحرارة شوية مرتفعة واحد شوية مقارنة مع الفصل فاش كاينين حنا. درجة الحرارة هي 28 درجة مئوية. نتمنوا أن في هاد لي دو سيمين اللي جايين، شفت لي بريفيزيون ميتيورولوجيك بانت لي بأن غتكون الحرارة، نتمنى أن يكون شي انفراج في الأفق وطيح الشتا، خصوصا أننا كلنا كنعرفوا الأزمة المائية اللي كاينة في منطقة أكادير في مجموعة من المدن المغربية بسبب قلة التساقطات المطرية وتعاقب سنوات الجفاف. غنحاولوا أننا نصوروا لكم شارع الحسن الثاني، خصوصا أن رئيس جامعة أكادير اللي هو عز أخنوش دار واحد تصريح للصحافة وكيطالب فيه لجميع المتدخلين أنهم يسرعوا بالتنفيذ ديال المشاريع الملكيه. كما كتشوفوا معايا هنا، انا كنتواجد مقابل مع داك الممر، داك الباركينغ سوتيرا اللي كاين هنا ديال زنقه المعارض اللي مكلفه به الشركه ديال رواندي. غادي ندور على اليمين، هذا شارع مولاي عبد الله. هذا المرقب تحت ارضي غادي يكون فيه جوج ديال الطوابق ويكون فيه شي منتزه. هذا شارع مولاي عبد الله، هذا شارع اللي هو غني على التعريف، واهم حاجه فيه هو ديك الحائط ديال الذكرى اللي فيه المقوله الشهيره ديال الملك الراحل محمد الخامس ديال وان حكمت الاقدار بخراب اكادير فان بناءها موكول الى ارادتنا وايماننا. اللي كتسمى الزنقه ديال باقي عقل زنقة القصر البلدي. من هنا غادي نخرجوا لسميتو، ها هو سيتي سبور اللي بغى يشري لي مارك ديال سبور، هادي ماشي سولد. هنا حنا الخوت غادي نمشيو في شارع الحسن الثاني، تبعوا معنا الفيديو حتى الاخر. شارع الحسن الثاني اللي كيطالبوا الناس انهم يسرعوا الاشغال في هاد بي ار شينيس، وكيطالب حتى الوزير الاول كاع براسو اللي هو او ميم طون رئيس ديال جماعه اكادير عزيز اخنوش، راه طالبهم في داك الاجتماع ديال تتبع المراقبه ديال الاشغال. ولكن نورمالمون كان خصو نورمالمون يدير زياره تفقديه، اللي خصو يدير هنا راه زون 30 الخوت. هذا شارع الحسن الثاني دابا راه زون 30. بالنسبه للناس اللي كيسولوا علاش ضيقوا الطريق، ماشي ضيقوا الطريق، راه اصلا الطريق شارع ضيق مقارنه مع شارع محمد الخامس، هذا ضيق. نيما بعدا بانوا لي كاع ما كاينين هادوك صحاب الجيليات اللي كيعرفو هنا، بانوا ولكن راه بانوا لي حدا السوق مستعمرين، دوك السناقي ديال امسيرنات مستعمرين هما تما. ولا واحد كيدبر على شي جيلي ب 20 درهم 30 درهم كيبدا يكريسي في عباد الله. انا ما تنخلصونش انا صراحة، ما كنخلصونش. وقال لهم اخنوش، قال لهم خصكم ديروا الكوابن وخصكم ديروا واقيات الشمس واماكن للصلاه. يمكن ما كيهضرش على هادو، ما كيهضرش على هاد المحطات هادو الصغار، كيهضر يمكن على المحطات الكبار. هذيك المحطه دابا اللي كاينه حدا المرسى، واي لا ريزون دير كوابن، هادو خصهم يديرهم في اكادير كامله، لان منطقه سياحيه خصك دير فيها المرافق الصحيه هذيك اللي تسمى باللغه العربيه، يعني ضروري. وخص مشكله النظافه حتى هي خصهم، راه هضرنا عليها شحال مره، النظافه خصنا مدينه. لان دابا اكادير كانت بريبارا دابا لا كوب دافريك 2025 ولا كوب دي موند، وكانت بريبارا للمستقبل كاع، حنا كاع بارا سميتو. شو تبارك الله، هذوك حضر هادو واعرين، هادو السلاح كيعجبوني انا، اللي عندي السلاح انا كيعجبني السلاح. تبارك الله، وكتلقى هادو غير لي جون، الله يخلي لهم صحيحتهم. يلا الخوت الفيديو قصير، الله يعاونكم.